السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، كيف حالك يا شيخ؟ الحمد لله، تفضل. إذا أودع شخص مبلغا من المال في محفظة فودافون كاش، طيب، وقال سأخرج أرباح هذه الأموال لله، فهل لو أعطى لأقاربه مثلا أعمامه وأخواله فقراء يعني ويساعده، هل تعتبر صدقة برضه ولا مال مال ربا ولا إيه بالضبط؟ لا، ارباح المحفظه بتاع فودافون كاش ورسوم، اللي لو حد جه يقول لك حول لي 3000 مثلا بتاخد منه 40 جنيه رسوم المحفظه. انت يا شيخ ايه؟ اذا انت معك فودافون كاش، ايوه، انا جيت قلت لك عايز احول 3000 جنيه مثلا، فانت تقول لي باخد على 1010 جنيه. لا باس بذلك، فمن ثم يجوز ان تتصرف فيها كيف تشاء. تمام، والأقارب لو اديتهم هي أموالك.